السلام عليكم. اليوم في اللقاء الأول هناخد مناقشة، وأعتقد أن احنا في المناقشة السابقة وصلنا عن سكشن 3-5، مظبوط؟ فممكن اليوم نناقش سكشن 3-6 و 3-7. في أي أسئلة عندكم في سكشن 3-5 أو سكشن 3-6؟ سؤال ستة. سؤال ستة، سكشن 3-6. Let X n, let the sequence X n be properly divergent. And let y n be such that limit x n ضرب y n limit حاصل الضرب لما n تؤول infinity يساوي l ينتمي إلى R، يعني exists in R. show مطلوب ثبتي، show that the sequence yn converges to zero. طيب، حل السؤال هذا بيعتمد على السؤال السابق اللي هو سؤال 3. خلينا أكتبه 3 سكشن 3-6. فالسؤال هذا بيقول إنه F X n أكبر من الصفر لكل n عدد طبيعي، then limit x n يساوي zero f and only f limit 1 على x n as n tends to infinity يساوي plus infinity. اوكي، اذا في سؤال 3 اذا كانت اكس ان حدود سيكونس حدودها موجبه، و فليمت السيكونس اكس ان بتساوي صفر اف اند اونلي اف ليمت مقلوب السيكونس اكس ان بتساوي بلس انفينيتي. وطبعا في كمان ممكن نثبت انه لو كانت الاكس ان حدودها سالبه فليمت اكس ان بتساوي صفر اف اند اونلي اف ليمت 1 على اكس ان بتساوي نيجاتيف انفينيتي. تمام، بروف. سينس اكس ان از بروبرلي
divergent then limit xn بساوي infinity or limit xn بساوي negative infinity. كيس 1 ناخذ الحالة الأولى اللي فيها limit xn بساوي infinity. by exercise رقم 3 section 3-6 اللي هو الاكسرسايز اللي فوق. هذا معناه انه we have هيطلع عندي limit مقلوب السيكونس xn as n tends to infinity بيطلع صفر. يعني اعتبري هذه هي xn. اعتبري الواحد على xn هي xn. فاذا كان limit xn بيساوي infinity فليمت مقلوب بالاكس ان اللي هنا اللي هي هذا مقلوب اللي هو بيطلع صفر والعكس. يعني هنا نفس الاكسرسايز بس بدلي اكس ان بواحد على اكس ان. هذه النتيجه صحيحه. تمام. هنس الليمت ل yn as n tends to infinity بيساوي limit ال yn ممكن كتابتها على صورة على صورة xn في yn ضرب واحد على xn ضرب واحد على xn صح؟ مظبوط هيك؟ ال yn هي عبارة عن xn وفي yn في واحد على xn. الآن الليمت هذه الحد الأول exist والليمت لواحد على اكس ان برضه اكزيست. اذا ليمت حاصل ضرب بساوي حاصل ضرب الليمتس. بقدر استخدم القانون هذا اطبق انه ليمت حاصل ضرب تو سيكونسز بساوي ليمت الاولى اللي هي حاصل ضرب اكس ان في واي ان ضرب ليمت السيكونس الثانيه اللي هي واحد على اكس ان از ان تنس انفينيتي. والليمت الأولى بتساوي سميناها عدد ال لأنها اكزيست ضرب الليمت الثانية صفر فبيطلع عندي صفر وهو المطلوب. إذا هنا أثبتنا في الحالة هذه. وفي الحالة الثانية كيس 2 لو كانت الليمت لـ xn بتساوي نيجاتيف انفينيتي فهذا في الحالة هذه بيطلع عندي برضو باي اكسرسايز 3 سكشن 3-6 بس هنا مع التعديل هيطلع ان الليمت ل 1 على اكس ان بيساوي 0 وباقي البرهان and the rest of the proof is similar to case 1. اوكي تمام. اذا هذا اللي هو البرهان. اذا الفكره تعتمد على اكسرسايز 3 المهم وهو ان الليمت لسيكونس بيساوي انفينيتي اف اند اونلي اف ليمت مقلوب السيكونس بيساوي صفر او العكس.
تمام. واضح؟ في عندكم أسئلة تانية؟ في أسئلة تانية سكشن 3-6؟ فرع بي من سؤال 9. نعم؟ فرع بي من سؤال 9. الفرع بي من سؤال 9. نحاول نكتب السؤال وبعدين سؤال 9 سكشن 3-6. let x n و y n be sequences of positive real numbers. Sequences of positive real numbers such that the limit the quotient xn over yn as n tends to infinity بساوي plus infinity. ففي عندي مطلوبين. المطلوب الأول show if limit yn بساوي infinity then limit xn بساوي infinity. والجزء الثاني show if xn is bounded then limit yn بساوي صفر. طبعا في برهانين للإكسرسايز هذا. البرهان الأول باستخدام إكسرسايز 7 اللي قبله. يعني هنا سينس من الفرض بما إنه ليميت إكس إن على واي إن as إن تنس إنفينيتي بيساوي بلس إنفينيتي then by exercise 3 section 3-6 إذا limit sequence بساوي infinity فبيطلع limit مطلوب السيكونس اللي هو yn على xn as n tends to infinity بساوي 0. Now apply exercise رقم 7 section 3-6 to get the results in A and B. وهذا بيعطيني برهان. لو بصيتوا لل اكسرسايز 7 ف
فاكسرسايز 7 بيقول لي ده كانت الليمت للكوشنت، للكوشنت زي هذا بتساوي صفر واكس ان واي ان حدودهم موجبه. ففي الحاله هذه اذا كانت ليمت السيكونس اللي تحت كونفيرجنت اذا كانت ليمت السيكونس اللي تحت لا ليمت السيكونس اللي فوق اللي هي هذه اللي هي واي ان هنا انفينيتي، فبطلع ليمت اكس ان بيساوي انفينيتي اللي هو جزء الف. وكمان اذا كانت السيكونس اللي في المقام باوندد اللي هي اكس ان هنا طبعا في المقام باوندد، فليمت السيكونس اللي في الباست تطلع بيساوي صفر. وهذا هو الجزء الثاني، هذا حسب هذا لو بدنا نستخدم اكسرسايز رقم 7، وطبعا لازم نبرهنه. لكن ممكن نعطي برهان مباشر بدون ما نستخدم اكسرسايز 7، وبالتالي اذا في حل ثاني او برهان ثاني باستخدام التعريفات والكومباريزون تيست، اذا باستخدام التعريفات زائد الكومباريزون تيست اختبارات المقارنه. اذا البروف رقم 2 سينس، اذا ننسى هذا البرهان، انا عندي هاي الفرض سينس ليميت لاكس ان اوفر واي ان هذا عباره عن سيكونس، بما ان الليمت الا بتساوي باس انفينيتي، then given الفا اي ريال نمبر الفا، من تعريف الامبروبر كونفيرجنس لاي الفا there exists capital N يعتمد على الفا عدد طبيعي بحيث انه لكل ان اكبر من او يساوي كابيتال ان، بيطلع عندي اكس ان على واي ان اكبر من الفا. تمام. طبعا هذا بيؤدي انه اكس ان اكبر من الفا في واي ان، لان انا عندي واي ان هنا موجبه، فلما اضرب الطرفين في واي ان متباينه اشارتها تبقى كما هي. اذا انا عندي الان الكلام هذا صحيح لكل ان اكبر من او يساوي كابيتال ان. الان باي دايركت كومباريزون تيست، سينس بما انه سيجما واي ان او ليمت واي ان بتساوي انفينيتي، ممكن ناخذ الفا بواحد صح؟ جيبن الفا بيساوي واحد ينتمي الى ار، مظبوط، فهذا واحد وبالتالي واحد. فبما انه الليمت الليمت لواي ان بيساوي انفينيتي، ويجت انه الليمت لا اكس ان بيساوي انفينيتي، اذا هذا بيثبت الجزء الاول. انت بدك الجزء الثاني صح؟ طيب نشوف الجزء الثاني.
إذا كانت السيكونس إكس إن باوندد فبنثبت إن ليميت واي إن بيساوي صفر. طيب ال الجزء دي since x n is bounded إذا في عدد موجب there exists n positive number بحيث إنه absolute x n أصغر من أو يساوي n لكل n في n. هذا من تعريف الباوندنس. طيب بدنا نثبت احنا ايه؟ انه الليمت لواي ان بيساوي صفر. طيب to show limit y n بيساوي زيرو let epsilon بنستخدم تعريف epsilon capital N للنهاية. let epsilon اكبر من الصفر be given then epsilon على m بيطلع عدد موجب then epsilon على m بيطلع عدد موجب so there exists capital N يعتمد على epsilon على m العدد الموجب هذا. يعني اعتبر انه بدل الابسلون جيبن اعتبر ابسلون على ام از جيبن. ف وعندي ليميت واي ان بيساوي عندي انا عندي ايش عندي؟ بدي اثبت انه ليميت واي ان بيساوي صفر. فخلينا نشوف طيب انا لازم استخدم لازم استخدم طيب since طيب بس هنا يعني خليني اقول since بما انه الليمت اكس لا واي ان على اكس ان از ان تنس انفينيتي انا عندي المقلوب هذا الليمت تبعته انفينيتي اذا هذا الليمت تبعته صفر اذا وهي عندي ابسلون على ام عدد موجب جيفن إذا there exist capital N يعتمد على epsilon على M عدد طبيعي بحيث إنه لكل N أكبر من أو يساوي capital N بيطلع عندي absolute y n على x n minus الزيرو أصغر من ابسلون على ام تمام. طب ما هذا بيؤدي فانا بدي اثبت انه ليميت واي ان بتساوي صفر يعني بدي اثبت انه الابسوليوت فاليو هاي لو كان ان اكبر من او يساوي كابيتال ان بدي اثبت انه الابسوليوت فاليو لواي ان ماينس الصفر اصغر من ابسلون عشان اثبت انه ليميت لواي ان بتساوي صفر بدي اثبت انه الابسوليوت فاليو لواي ان ماينس صفر اصغر من الجيفن ابسلون تمام. طيب هذا بيساوي ابسوليوت واي ان بيساوي عبارة عن اكس ان ضرب واي ان على اكس ان ماينس الزيرو
مظبوط هيك؟ وهذا بيساوي ابسوليوت اكس ان في ابسوليوت واي ان على اكس ان. وبدكم برضه ممكن نحط سالب زيرو هنا. طيب هذا لكل ان هذا اصغر من او يساوي ام، والابسوليوت فاليو هذه لكل ان اكبر من او يساوي كابيتال ان هذا اصغر من ابسلون على ام. ابسلون على ام نشطب ام مع ام بضل عندي ابسلون. تمام؟ طيب سينس ابسلون اكبر من الصفر واز اربيتراري وي جيت انه الليمت لواي ان از ان تنس انفينيتي بيساوي زيرو وهو المطلوب. يعني هذا بكمل برهان الجزء ب. اوكي تمام؟ هذا على اعتبار ان احنا ايه اكسرسايز 7 ما بنعرفوش، بس في كل الاحوال احنا استخدمنا اكسرسايز 3. تمام؟ اذا هكذا بنثبت 9 و7 بالمناسبه زيه بنفس الطريقه بافكار مشابهه، ممكن اثباته بنفس الاسلوب بنفس النمط. تمام؟ في اي اسئله ثانيه في سكشن 3-6؟ إذا ما فيش خلينا ننتقل لسكشن 3-7 تبع السيريز هذا. في عندكم أي أسئلة في سكشن 3-6 3-5 3-7؟ أي أسئلة في سكشن 3-7 أو 3-6؟ ما فيش؟ السؤال 3 فرع سي 3-7. السؤال الثالث الفرع سي. استخدمت البارشال فراكشنز؟ بس مش كله بيلغي، طلعت قيم A و C بيطلعوا بيساوي نص بيساوي سالب واحد، بعد ما جيت أكمل مش كل الحدود بيطلعوا بيلتقوا معي زي الأمثلة والسؤالين اللي قبل. عشان في حيكون ثلاث قصور هنا. نعم. بس لازم يكون في يعني تلاشي وفي نشوف يعني ما فيش تلاشي. جبت الاف بارشال سم. طب خلينا نشوف، خلينا نجرب. سؤال 3 الفرع سي سكشن 3-7. Use partial fractions to show the sum of the infinite series sigma from n equals 1 to infinity ل 1 over n
في n plus 1 في n plus 2 بيساوي 1 4. فبدنا نكتب هذا نحلله باستخدام partial fractions إلى ثلاث كسور. فقديش طلعت الثوابت عندك؟ الأولى A بتساوي نص، يعني نص على N. الثانية سالب واحد، سالب أو زائد سالب واحد على N plus 1، والأخيرة نص، زائد نص على N plus 2. تعالوا نحسب الـ nth partial sum Sn بيساوي سيجما من k بيساوي 1 إلى n ل xk اللي هو 1 على k في k زائد 1 في k زائد 2، لازم نبدل n بk. وبعدين هذا عبارة عن سيجما من k بيساوي 1 إلى n، وبن نكتب هذا 1 على 2 k سالب 1 على k زائد 1 موجب. طب خلينا نحط الحاجات الموجبة مع بعض، يعني زائد 1 على 2 k زائد 4 مظبوط، سالب 1 على k زائد 1. وبعدين نكتب أول شوية حدود. مهم جدا أن يكون الثوابت هذه صح، يعني في حد تاني جابهم متأكد من صحتهم، يعني لو فيهم خطأ مش هنقدر نطلع جواب. فنكتب أول حد، هاي أول حد هيكون لما k بيساوي 1 هيطلع نص زائد 1 على 8 2 لا 1 على 6 1 على 6 صح؟ ناقص نص سالب نص. زائد الحد الثاني 1 على 3 زائد 1 على 4 1 على 4 الأول 1 على 4 1 على 4 الأول، وبعدين 1 على 8 ناقص طول ماينس طول. طيب واللي بعده 1 على 6 1 على 6 1 على 10 2 في 3 ب 6 1 على 6 زائد 1 على 10 زائد 1 على 10 ماينس ربع ماينس ربع زائد وهكذا إلى آخر حد هيكون 1 على 2 n زائد 1 على 2 n زائد 4 مع بعض، وبعدين سالب 1 على n زائد 1. فنشوف ايش اللي بتلاشى وايش اللي بيبقى. هاي النص هذا راح مع النص، والربع هذا راح مع الربع اللي هذا.
قلت هذا مش هيروح مع حد، صح؟ هذا يبقى، لكن التمن هيروح والسدس هيروح. لا، السدس في مجموعة عليه سدس، والتمن هيجمع عليه التمن. بس برضو هيجي ناقص واحد على ثمانية، حيضل واحد على ثمانية. في؟ لما نعوض بالأم تساوي سبعة، حيطلع عندنا ناقص واحد على ثمانية. آخر إشي ناقص واحد على ثمانية. نعم. ممكن كمان برضه في واحد على ستة. واحد ثاني لما تيجي نعوض في برضه واحد على ستة هيطلع. سالب واحد على ستة، لما ان بتساوي خمسة هيطلع في عندي سالب واحد على ستة. فمين اللي بضل في الحدود؟ يعني بالتالي هذا السدس حيبقى، هذا حيروح وهذا حيروح. يعني شو اللي بضل في الآخر؟ يعني أنا بالتالي اللي حيضل في الآخر اللي هو يمكن السدس هذا ناقص الثلث، ناقص ثلث، وهان كل حد بيروح مع هذا، المفروض يروح مع اللي بعده، فمش حيروح مع حد، فحيضل واحد على اثنين ان، و ايش هبل كمان؟ وهذا حيضل هذا حيروح، حيضل اثنين هذول، بالتالي هيك مضبوط، زائد واحد على اثنين ان زائد اربعة. سدس ماينس ثلث بيطلع ماينس سدس، وهذا بروح لصفر، مش مضبوط. المفروض اللي بتطلع ربع، ها؟ بالتالي لازم احنا نكتب مزيد من الحدود عشان نشوف كيف النمط، كيف النمط حيصير. فبدي عملية جروبينج للحدود، تجميع و يعني الحصول على نمط معين. مش عارف، انا مش متاكد انه هذا حيكون صح، يمكن في شغلات ثانيه بتضلها واحنا ما ذكرناهاش. فبده فحص، ها؟ فخلينا نقول try it again، خلينا نحاول فيه مرة ثانية، ونحاول يعني نقدر نخلي يعني هذا يساوي ربع أو يساوي حاجة الليمت تبعتها في النهاية هتطلع ربع، وبالتالي الليمت للسيكونس اوف بارشال سمز هيطلع ربع، وبالتالي السيريز كونفيرجنت مجموعة بيساوي الليمت للبارشال سمز. فهذا يعني مشكوك فيه، شكله مش صح. فنحاول مرة ثانية فيه، وبعدين بنشوف يعني كيف مين اللي بيصل للجواب الصح، بنحاول نكتبه مرة ثانية، اوكي؟ تمام؟ لكن يعني ما هواش مستحيل أو ما هواش يعني صعب، ممكن أي واحد يتوصل له، بس بده إيه؟ مزيد من الحدود والاستنتاج نمط معين. فخلينا نسيبكم تفكروا فيه كمان مره. في اسئله ثانيه في السكشن هذا، فحاولوا تفكروا فيه. في اسئله ثانيه؟
في أسئلة تانية في سكشن 3-7 أو السكاشن السابقة اللي تسبقه 3-6 3-5 في كتير أسئلة يعني مطلوبة منكم، واضح إن أنتم مش محضرين ولا دارسين الموضوع، وبالتالي ما عندكم مش أسئلة. فإلى أن يكون عندكم أسئلة بنكمل المناقشة يوم السبت الجاي، أو بتحضروا المناقشة مع الشعبة الثانية يوم الأربعاء. خلينا نرجع للليميتس اوف فانكشنز وناخذ المثال الأخير في السكشن هذاك. المرة اللي كانت أخذنا أثبتنا إنه الليمت أثبتنا إنه كان في عندي مثال رقم 2 الليمت للسيجما فانكشن لإكس لما إكس تؤول للصفر does not exist. أثبتنا هذا، أخذنا هذا، ما أخذناهوش. طيب إذا إحنا ناخذ المثال اللي بعده اللي هو الليمت لساين 1 على إكس لما إكس تؤول لصفر does not exist in R. فلبرهان ذلك let f of x يساوي sin 1 على x و x لا تساوي 0 وبعدين consider two sequences واحدة اكس ان الحد العام تبعها عبارة عن 1 على واحد على ان باي وان ينتمي لزي وواي ان الحد العام تبعها 1 على باي اثنين زائد اثنين ان باي وان ينتمي الى زي. هذا عبارة عن sequences of positive numbers. Clearly واضح انه الليمت ل x n as n tends to infinity يساوي صفر، وكذلك الليمت ل y n لما n تقول لانفينيتي برضه بيساوي صفر، لأن المقام لما n تقول لانفينيتي المقام بيروح لانفينيتي. طيب الآن ليمت الايمج للسيكونس اكس ان لما ان تقول لانفينيتي بيساوي الليمت لساين اكس ان لما ان تقول لانفينيتي، وهذا بيساوي الليمت لساين ان في باي لما ان تقول لانفينيتي. ساين ان في باي بيساوي 1 بيساوي صفر لكل ان،
وبالتالي هذا بيساوي ليميت السيكونس صفر لما n تؤول لانفينيتي بيساوي صفر. And ليميت الايمج للسيكونس y n لما n تؤول لانفينيتي بيساوي ساين ليميت ساين واي ان لما ان تؤول لانفينيتي، وهذا بيساوي ليميت لساين الواي ان هذا هي واحد مقلوب باي على 2 زائد 2 ان باي، اذا واحد و عفوا هذا المفروض يكون ساين، هذا المفروض يكون ساين واحد على اكس ان، وهذا المفروض يكون ساين واحد على واي ان. مقلوب واي ان بيطلع بيساوي باي على 2 زائد 2 ان باي، وهذا المقدار دائما هذا دائما بيساوي واحد لكل ان. اذا انا في عندي الليمت للسيكونس اللي الحد العام تبعها واحد، السيكونس الثابته واحد، وهذا بيساوي واحد. اذا انا في عندي تو سيكونسز اكس ان تؤول للصفر وليمت صورتها بتساوي صفر، وفي عندي سيكونس ثانيه واي ان الليمت تبعتها ايضا بتساوي صفر لكن ليمت صورتها بتساوي واحد، وبالتالي so by sequential criterion الليمت للفانكشن f of x لما x تؤول لصفر does not exist in R، مش ممكن تكون موجودة في R. لأنه لو كانت الليمت هذه موجودة فمفروض ليمت صورة الاكس ان، بما ان اكس ان تؤول للصفر نكتب since otherwise، لأنه لو خلاف ذلك لو كانت هذه موجودة if limit في الليمت ل f of x لما x تؤول لصفر exist then مفروض الليمت ل f of x n لما n تؤول لانفينيتي بتساوي الليمت ل f of y n as n tends to infinity، وهذا مستحيل which is impossible، وهذا زي ما شفنا مستحيل impossible لانه طلع ليمت f of x n بيساوي صفر وليمت f of y n بيساوي واحد. اذا هنا استخدمنا sequential criterion في اثبات ان الليمت للفانكشن f of x بيساوي ساين واحد على x غير موجودة عند الصفر. طيب هناخد بريك 5 دقائق وبعدين نواصل المحاضرة الثانية.